اهلا بكم، مع مهند من بن حموده للسيارات في شيفروليه في ابو ظبي والعين 0505163525. اليوم هنكلمكم عن احدث سياره تم التعديل عليها، هي الكورفيت سي 8 بتعديل من بن حموده للسيارات بي اتش اديشن. ويلا بينا نشوف ايه الجديد اللي هتم عليها. الكورفيت السي 8 ال 3 ال تي زي 51 بيرفورمانس باكج الكونفورتبل، زي ما انتم شايفين ده المفتاح بتاعها. طبعا نقدر نفتح السياره، نقدر نقفل السيارة، نقدر نشغلها عن بعد، نفتح الغطاء الأمامي، ونقدر نفتح الدبة الخلفية بالريموت. تمام. طبعا ايه اللي تم عليها تحديث وتعديل من بن حمودة للسيارات، هو البادي كيت الكربون، كربون فلاش زي ما شايفين تم اضافته على الدعامية الأمامية. الإضاءة طبعا كلها LED كامل، شعار الكورفيت العريق. هنا ده التخطيط من بن حمودة للسيارات، نشوف تفاصيل تانية كمان تم إضافتها على السيارة. الرنجات من BBS زي ما شايفين، البريك باد باللون الأحمر، التاير نزل على السيارة من ميشلن بايلوت سبورت. هنا كمان لو لاحظتوا هتلاقوا قطع الكربون ورا التاير، والسكت الجانبي، السكرت الجانبي كمان بالكربون فايبر. ده شكله طبعا، هو مش بس شكله، هو ليه ديناميكية جسم السيارة مع مقاومة الهواء. كمان التخطيط الخلفي، وهنا كمان تم إضافة الديفيوزر الخلفي كمان كربون. ده شكل السيارة من الخلف. نشوف كمان من الداخل ايه اللي تم عليها. كربون فلاش على الداشبورد لو انتوا شايفين، ده شكل السكرت والسيارة مفتوحة. ده شكل السيتات، وهنا كمان الستيرينج كمان عليه الكربون فلاش من بن حمودة للسيارات. تعالوا نشغل السيارة ونشوف. كربون فلاش على السيارة. الأوامر الصوتية، كروز كنترول، كربون فلاش. التحكم في المكيف، تعال نشوف فتح الكونفرتبل. ده شكل السيارة بعد فتح الكونفورتبل. السقف كامل اوتوماتيك، بيطلع وينزل حوالي 6 ثواني فقط. نشوف شكلها كمان من الناحية التانية، ما
شاء الله جميل. السيارة دي آخر سيارة متوفرة من موديل 22 بعد التعديل اللي عليها، بس كل اللي عليك انك تعمله تتصل على مهند 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات حتى تحصل عليها. طبعا السيارة 6.2 8 غيار دول كلتش من 0 ل 100 في 2.9 seconds، لان دي 3LT ال Z51 performance package. هي الكونفورتبل بتكون 2LT. ده شكلها ما شاء الله زي ما انتم شايفين، الشكل كامل بالكونفورتبل المفتوح رائع جدا ما شاء الله. في انتظار اتصالاتكم 050-516-3525 مهند من بن حمودة للسيارات شيفروليه في أبو ظبي والعين، وأهلا بكم.